انا ضيفي بعد شويه هو الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني اللي عملت نجم مصر عملت معاه في الملعب كتير 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 مهذب جدا من اللاعبين القلائل اللي هم دامس الخلق بتحس انه متربي قوي ومهذب قوي ولعيب قوي وعلى ايديه مصر شافت نجوميه يعني خدم مصر جامد مش خدم في فرقته بس صح. خدم مصر جامد لانه المنتخب العسكري على ايديه بقينا متربعين على عرش العالم كله مش بطوله بطوله واثنين وثلاثه كان هو النجم نجم الشباك صح تمام صح ده تاريخ يعني وكنا احنا دايما معاه يعني البرنامج الوحيد اللي كان مهتم كمان بتغطيه كل مباريات بطوله العالم العسكريه الكاميرا في الملعب الكاميرا في الملعب عايز اسالك على حاجه مهمه جدا المزيكا موسيقى تمام التتر بتاع برنامج الكاميرا في الملعب لحد دلوقتي هو مسمع الناس الرينج تون بتاعت الموبايل بتاعتها المزيكا بتاعت الكاميرا في الملعب تمام حكايه المزيكا بتاعت الكاميرا في الملعب والله المزيكا دي الموسيقار استاذ هاني شنودة طبعا تمام طبعا برضو في مش هنقول احنا كنا عايزين نوصل له قوي لكن في بدايه البرنامج الكابتن حسن يوسف هو مخرج البرنامج قدر يوصل له بقى بمساعده الاخرين بقوه دفع من كابتن عادل شريف كده وراجل تطوع خيرا لانه كان وقتها الموسيقى بتاعته نقله في دنيا الموسيقى يعني من الريتم الهادي الكلاسيكي كده لايه عمل لنا النقله اللي احنا بنشوفها دي اللي هي مسمعه معانا لدلوقتي عايز اقول لك كابتن كريم معلش طبعا. عشان ما انساش لا طبعا واحنا طبعا. بنستعرض رحلتي في الكاميرا في ملعب يا ريت لازم افتكر زملائي اصحاب الفضل اللي ساعدوا في ان الكاميرا في ملعب تبقى الكاميرا في ملعب بعد حسن يوسف لانه سابنا وراح القناه الاولى اخرج البرنامج لفتره احمد شكري اللي مسك قناه النيل للرياضه ايمن عبد الغفار اللي هو لازال مدير في القناه الثالثه حتى الان يعني اخرج لفتره وبعدين الثنائي محمد طلعت ومحمد ابراهيم دول الثنائي اللي استمر معايا بقى لفتره طويله في الكاميرا في ملعب حتى اللحظه الاخيره يعني لسنوات ربنا يا رب يحفظهم فلازم ليهم كل شكري من البدايه للنهايه لو حضرتك دلوقتي موجود في كوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه مين اللي هتبقى وانت نازل الملعب عايز تعمل معاه لقاء والله لو هيسمح لي الوقت عايز اجري على كل اللعيب اقول له ارجوك في عقد النبي عايزين التمنه وخلي بالك الجمهور بيديك حبه وبيديك شهرتك وبيديك نجوميتك وده بيسمع معاك في تعاقداتك وفي فلوسك بس والنبي ما ايه ما تخليش في غصه جيلنا يعني لكل اللاعبين وبالذات للايه على ضوء ماتش امبارح للرقم اللي كان تعبك وتعبنا كلنا اللي هو ضياع خط النص ده تمام يعني وعايز اقول لهم ما تحملوش على صلاح قوي يا جماعه ده ثبت ان هو وصلاح موجود كله ركن على حسابه يقول لك صلاح اللي هيشيل الحساب فلما خرج قال لك الله ده باين الفاتوره احنا اللي هنشيلها الله فاتحركوا كويس في الشوط الثاني الله عايز بقى يعني عايز اسمع الحوار دوت مع واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ كره القدم المصريه زي ما كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني اللي هستقبله مع حضرتك دلوقتي يا كابتن عبد الحميد دايما بتشرف ودايما بتنور وسعيد وفخور والله ان انتوا الاتنين كمان تحديدا معايا النهارده حبيبي ازيك يا عبد الحميد مشرف ومنور يا حبيبي اخبارك ايه كله بخير حبيبي يا رب يخليك حلوه المفاجاه دي كابتن حبيبي كابتن حازم ربنا يخليك ربنا والله ده انت اللي كمان احلى مفاجاه يا عبد الحميد بس هو هيعمل دلوقتي لقاء كان بيعمله معاك في ارض الملعب
في الكاميرا في الملعب بس يعملوا دلوقتي على العصر الحالي. كابتن كريم احنا كنا بنجري احنا اللي كنا بنجري على الكابتن كريم. والله العظيم والله العظيم. والله جميل يا كابتن احمد، ربنا يخليك. عايز اقول لك يعني سيبنا من كابتن كريم دلوقتي، احنا في برنامجه وفي على ارض وفي استوديو بتاعه، لكن خليني انا في المهم اللي هيتذاع دلوقتي. تمام يا كابتن. قول لي يا كابتن عبد الحميد، اصعب لحظه ليك في اصعب بطوله معاك في بطوله العالم العسكريه، لحظتها انت بتفكر في ايه وعارف ان رئيس الجمهوريه هيبقى موجود ومصر كلها وراك، كنت بتعمل ايه؟ والله يا كابتن حازم، لو تعلم المسؤوليه الكبيره اللي كنا بنشيلها، وان احنا يعني هنكون سبب في سعاده شعب بالكامل، قياده وشعب ومسؤولين، فكانت كل هدفنا واحنا في الملعب ازاي نقاتل ونرجع بالبطوله عشان اللحظه دي. فاحنا كنا دايما حاطين الفرحه الكبيره اللي كانت بنرسمها على جماهير الكره المصريه بمختلف انتماءاتها في قدامنا في الحسبان، ولحظة رجوعنا بالبطولة، فكانت مسؤولية كبيرة بتخلينا جوه الملعب صدقني مش بنلعب، احنا بنقاتل على حظوظنا وعلى سعادة وفرحة الجماهير المصرية. كابتن عبد الحميد بتفكر في ايه في اللحظة دي؟ انا يعني في اللحظة دي سعيد جدا بوجودي معاك وفخور بوجودي معاك، لان انت واحد من الناس اللي رواد البرامج الرياضية، وبرنامج الكاميرا في الملعب هو عنوان رئيسي لكل ما كان يدور في كواليس المباراة. كابتن محمد الشهادة مجروحة. لا والله، أنا والله بحبك في الله كابتن حازم، والنهاردة يوم حلو ان احنا شفناك. ربنا يخليك والله. انا اسعد واحد في الدنيا ان احنا بنجتمع في رقم 10 وهنا في ارض محايدة، وسعيد ان انا بقابلك، ربنا متعك بالصحه ودايما اسمع عنك كل خير. عايز اقول لك حاجه واحده بس، هترجم على سعادتي دي واقول لكل الناس ده كابتن عبد الحميد بسيوني، ده نجم مهما الزمن يعمل معاه ممكن يجي شويه ترابي كده بننفضهم ويفضل الالماس موجود، واذا مش مصدق ارجع تاني شوف عيد في التاريخ، قلب صفحاته واكتب بس، اكتب بس كابتن عبد الحميد بسيوني. فاصل ونرجع تاني. اعزائي اسر البرامج الرياضيه تحييكم وتقدم برنامجها الاسبوعي الكاميرا في ملعب. لكن لازلنا كاميرا في ملعب بنحاول من المقصوره العلويه بنحاول نعرف اراء الجمهور. والله هو يعني مش حلو قوي، لكن ربنا يسهل الشوط الثاني يبقى كويس. كم تطلع نتيجه المباراه ان شاء الله؟ احتمالات المطر مخليه يعني في كفر طبعا عاملين يعني احتياطاتنا. مش محتاج تعبير، انت شايف الوضع اللي احنا فيه. بنحاول لمتعه المتفرجين ليها طعم ثاني غير متعه هو جوه الملعب. نجوم منتخبنا القومي الاول وده المهم، ونسالك رايك ايه في لقاء القمه النهارده؟ عاوزين نقول كيف تحقق هذا الفوز والانتصار من وجهه نظرك؟ في هذه اللحظات يمكن الساعه دلوقتي 12 ل 10. مشاهدينا الاعزاء، من استاد القاهره تابع لكم وحتى نلقاكم، لكم اجمل تحيات اسره الكاميرا في الملعب.